ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز؟ فيديو اليوم هنعرف فيه حقيقة خناقة مكة وهند في التحدي عند الاميرة فيروز. ليه كيمو بيقول لمكة اخسري؟ وكمان هنعرف ليه صالح عيط في التحدي. واخيرا هنعرف مين اللي كلم امنية قوة من خلف الكواليس. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوني النهايه لو بتحبوا عائله الجمل. يلا بينا نبدا في تحدي اخر شخص يغادر عند الاميره فيروز. حصلت خناقه بين مكه وهند وهما بيعملوا التحدي، والحقيقه ان هند كانت متضايقه جدا وعيطت من مكه عشان بتشيل ايدها، لكن مكه كانت مصره انها تكسب التحدي. والغريب ان كيمو بيقول لمكة من بره اخسري يا مكة، ودي مش اول مرة كيمو يزعق لمكة في التحديات. كيمو زعق لها في تحدي فات عند الاميرة فيروز. كلنا عارفين ان كيمو ومكة بيكونوا اخوات. المهم هند انسحبت من التحدي، واللي قال لها انسحبي هو صالح اخوها، ودي بتكون اول مرة صالح ما يشجعش هند اخته، لانه دايما في التحديات كان بيشجعها تكسب التحديات، وكل الفانز شاف كده كتير. مكة وهند بيكونوا اصحاب بس في التمثيل، لكن مش قريبين من بعض. مكة قريبة من فيروز بنت مستر احمد. ونرجع لكيمو، ايه سبب زعيقه في مكة؟ لانه اخوها الكبير وعاوزها تسمع كلامه. كيمو بيقول دايما انه مش عايز مشاكل، عشان كده قال لمكة ما تركزيش واخسري وخلاص. ودلوقتي هنعرف ليه مستر احمد هو اللي لعب ضد صالح في تحدي ايام الاسبوع، لان صالح بيعيط لو حد من الاولاد كسبه، لكن شفته صالح كان بيضحك مع انه خسران، ودي اول مرة يضحك وهو مغلوب. كان دايما بيعيط في التحديات اللي بيخسر فيها، والغريب ان صالح عيط لما مكة وهند امنية قوة كانت بتصالحهم. والسبب الحقيقي لعياط صالح هو انه مرتبط باخته هند جدا، ولما شافها بتعيط عيط على عيطها. صالح دايما بيدافع عن اخته هند في اي تحدي وكمان بيشجعها. ودلوقتي واخيرا هنعرف مين اللي كلم امنية قوة خلف الكواليس عشان تلعب ضد مستر احمد، وهو بيكون الحاج صالح الجمل والد امنية قوة. عشان كده امنية قوة كذبت. امنية بتحاول دايما تكسب لما يكون الحاج صالح الجمل بيشوف التحدي. وهنا وصلنا لاخر الفيديو بس ما انتهيش، وسؤال الفانز الفيديو اليوم هو بيبي صالح ابن الاسطورة محمود الجمل بيحب مين اكتر، سلمى ولا الاسطورة؟ شوفوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا تحلوا السؤال، وكملوا الفيديو معانا عشان هنعرض اسماء الفائزين في تحدي سؤال الفانز الفيديو اللي فات. وهنا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.